دلوقتي عندنا الغسالة الشارب الجديدة تحميل رأسي، هنعرف طريقة التشغيل والوظائف اللي موجودة فيها. أول حاجة عند زرار بتاع الباور في الأون والأوف، بعد كده في عندي زرار الستارت أو توقف مؤقت، بعد كده زرار اللي هو تحديد المود اللي هشتغل بيه. في عندي أول حاجة النورمال العادي، بعد كده في اوزينس الملابس التقيلة والشديد الاتساخ، في بعد كده غسيل سريع، في غسيل نقع لو ملابس فيها درجة الاتساخ عالية، في بعد كده غسيل رقيق أو اللي هي الملابس الحريرية والملابس الرقيقة، في بعد كده البطانية، في بعد كده عندي برنامج غسيل ملابس صوف أو حرير، في بعد كده عندي برنامج اللي هو غسيل 9 ساعات حفظ 9 ساعات. دوت بيشتغل البرنامج عندي على الوضع العادي بس بيشتغل بعد 9 ساعات زي زرار الضغط المصمم. دي بعد كده عندي الزرار ده بتاع الايكو او الوضع الاقتصادي، ده بيوفر لي في استهلاك الميه واستهلاك الكهرباء. دي بعد كده عندي زرار تحديد المستوى منسوب المياه، عندي كذا منسوب بيطول من 12 لتر لغايه 50 لتر. دي بعد كده الغسيل عندي 3 دقايق 9 دقايق و15 دقيقه، في بعد كده الشطف مرة أو مرتين أو 3 مرات، بعد كده التجفيف دقيقة أو 3 دقايق أو 60 أو 6 دقايق، بعد كده التجفيف اللي هو 30 دقيقة أو 60 دقيقة أو 90 دقيقة. في عندي لو احنا هنشغل دلوقتي هندوس اون، نحدد البرنامج اللي احنا عايزينه مثلا على الوضع العادي، بعد كده لو انا ببتدي بدوس على ستارت بيبتدي معايا عملية الغسيل، بلاقي هنا ان الوقت الغسيل عندي 43 دقيقة.